فضيلة الشيخ، ما حكم القراءة السريعة على المريض؟ إيش؟ ما حكم القراءة السريعة، قراءة القرآن السريعة على المريض بحيث تكون الآيات متصلة لا تفهم؟ لا يجوز، نعم لا يجوز لأي إنسان سواء يقرأ لنفسه أو على المرضى أن يقرأ القرآن إلا مبينا حروفه، لأنه إذا لم يبين حروفه فقد افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ الجواب لا أحد. إذا قرأ مثل قل أعوذ بالناس وصار يتمتم بها، هل يقال إنه قرأها؟ لا. وإن قال إن قرأتها معناه افترى على الله كذبا، فإن الله لم ينزلها هكذا. فيحرم، تحرم القراءة التي يكون فيها إسقاط حرف من الحروف حتى ولو كان الحرف مشددا فأهمل الشدة فيحرام. يعني لو قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، حرام. لماذا؟ هل أنزله الله هكذا رب العالمين؟ إذن افترى على الله، افترى على الله كذا. فالمسألة خطيرة يا أخواني. نسمع بعض القراء الذين يحبون أن يحفظوا القرآن ويكملوه يفعلون هذا، يهذونه هذا الشعر، نعم، ثم يريد أن يصل إلى آخر السورة أو إلى آخر الجزء ولا يهم أقام الحروف أو لا، وهذا محرم. فالواجب إبانة الحروف، أما التجويد فليس بواجب. التجويد تحسين اللفظ، إن حسنه الإنسان فهذا خير وإن لم يحسنه فلا. والإنسان مطلوب أن يحسن قراءته القرآن، كما قال أبو موسى رضي الله عنه حين أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه استمع إلى قراءته وقال لقد أوتيت، يقوله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن الله أعطى داود صوتا رخيما عظيما حتى إن الجبال تسبح معه والطيور تقف صواف تستمع إلى قراءته من حسنها وجذبها. قال أسمعتني يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو علمت أنك يعني تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت أكثر. فدل هذا على أنه ينبغي الإنسان أن يحسن صوته بالقرآن، أما أن يجب التجويد فلا. المقصود إقامة الحروف كما هي بحركاتها وسكناتها، والتجويد ما هو إلا تحسين. على أن بعض المجودين يغالون ويزيدون، أحيانا يزيد في المد وأحيانا في الغنة حتى أن تعجب كيف القرآن يزهى هكذا. نعم.